إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال حديثنا موصولا حول فقه القيم في الحضارة الإسلامية أو الأخلاق الإسلامية. وهدفنا من دروسنا في الأخلاق الإسلامية أن نصل إلى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلاقا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. فالهدف من دروسنا كما قلنا في الأخلاق الإسلامية أن نكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتحدث الآن عن حديث ذكرناه في المرة الماضية ولكن لم يعط حقه من الشرح، هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني هذه الكلمات فيتعلمها ويعلمها من يعمل بهن. فرفع أبو هريرة رضي الله عنه يده وقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه وصايا خمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في بدايتها: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، أحسن إلى جارك تكن مؤمنة، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت للقلب. صدق رسول الله. في بداية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم. المحارم مقصود بها المحرمات أو المعاصي، بمعنى أن الإنسان يعني قد يكون من أعبد الناس لله سبحانه وتعالى حتى ولو قام بأداء الفرائض فقط، يعني لو اقتصر على يعني لم يصم كثيرا، يعني مثلا خارج صيام رمضان، أو لم يصلي حتى النوافل، أو لم يصلي قيام الليل، وإنما اقتصر على الصلوات الخمس، أو صام رمضان فقط وأدى زكاة ماله ولم يكسب مثلا من الصدقة، ومثلا ذهب إلى العمرة أو الحج مرة واحدة، يعني لم يكسب مثلا من النوافل في العبادات، ولكنه ابتعد عن المحرمات، يعني ابتعد عن المعاصي لا سيما الكبائر ثم الصغائر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق المحرمات تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، يعني تكن من أولياء الله عز وجل، الذين قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بهذه الوصية الأولى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي المحرمات أو اتقي المحارم، يعني المعاصي، يعني ابتعد. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقي، يعني ابتعد قدر إمكانك وقدر استطاعتك عن المعاصي والسيئات، تكن من أعبد الناس لله سبحانه وتعالى. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: اتقي المحرمات تكن أعبد الناس، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى أغنى الناس. يعني دائما دائما الإنسان يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من صحة، يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال، يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من عمل، يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أولاد، يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من زوجة، يرضى بمعطيات الله سبحانه وتعالى له. قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام في سورة الأعراف: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني خذ ما أتاك الله سبحانه وتعالى واحمد الله عز وجل واشكر الله عز وجل، لأنك حينما تأخذ ما أعطاك الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المعطيات التي أعطاك إياها وتشكر الله عز وجل، تكون النتيجة أن يزيدك الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في سورة إبراهيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، مش معناها كفرتم بالله سبحانه وتعالى، حاشا وكلا، هذا كفر دون كفر، ولكن معناها طالما ان الايه وردت في 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 شكر النعمه وكفر النعمه، لان شكرتم، يعني ان شكرتم نعمي والائي لازيدنكم،
ولئن كفرتم، يعني كفرتم بنعمي ولم تشكروني وتسخطتم إن عذابي إيه؟ إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى يقول صلى الله عليه وسلم: اتق المحرمات تكن أعبد الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقلنا بأن الإنسان يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى حينما يكون يعني دائما النظر إلى من هو أدنى منه. يقول بعض السلف الصالح رضوان الله عز وجل عليهم، يقول: كنت دائما النظر إلى من هو فوقي، يعني دائما ينظر إلى من هو أعلى منه في ناحية المال وناحية كذا وكذا. يقول: فلم تسترح نفسي، ولكن نظرت إلى من هو أقل مني فاستراح إيه؟ فاستراح قلبي. يعني دائما أشوف أنا في، دائما ستجد في الناس كما قلنا من هو أقل منك، من هو أقل منك في ماء، في مال، في الصحة، في كذا، في كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نظر أحدكم، وهذا حديث رواه الإمام البخاري في الصحيح، إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو إيه عليه. يعني إذا نظرت إلى من هو أعلى انظر إلى من هو إيه، انظر إلى من هو أقل. وكما قلت، إذا كنت مريض فستجد في الناس من هو إيه، من هو أشد مرضا. إذا كنت فقير ستجد في الناس من هو أفقر منك، وهكذا. فالإنسان، والله عز وجل يقول: ولا تمدن عينيك، يعني لا تمد عينيك دائما إلى إيه؟ إلى من هو أعلى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير. وبعدين أنت من الممكن أنك أنت تنظر إلى ناحية واحدة عند هذا الإنسان، تنظر مثلا إلى عملي أو تنظر إلى مالي، لكن أنت لا تدري يعني ما هي صحته. ربما تكون صحته يعني ربما يكون إنسان مريض، ربما تنظر إلى هيكله من ناحية الصحة يكون إنسان صحيح، لكن لا تدري حاله داخل بيته. ربما يكون بيته من الداخل جحيم، يعني زوجته حولت بيته إلى نكد وإلى عذاب في البيت. فالمقصد أن الإنسان لا يعني يأخذ دائما ما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويرضى به، ولا يتطلع إلى ما عند الآخرين، وإنما إيه؟ وإنما يحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. دائما المسلم يحب لإخوانه ما يحبه لنفسه، يعني ويحب أن يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. وهذا ميزان دقيق من موازين الشريعة الإسلامية. يعني إذا أردت يعني أن تعلم محبة الله سبحانه وتعالى لك، فانظر إلى محبة الناس لك. والناس لا يحبونك وأنت تكره لهم الإيه؟ الخير. طالما أنك تحب الخير لنفسك فأحب الخير الإيه؟ للناس. وفي نفس الوقت يعني على الأقل يعني يسلم الناس من لسانك، لا تغتاب الناس، لا تنم في الناس إلى آخره، وتكون سليم الصدر بالنسبة له. قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلم. في حديث آخر يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ ما يحب لنفسه. يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان عن الإنسان الذي يقرأ الخير للناس أو لا يحب للناس ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الوصايا التي معنا يقول صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. يعني الإحسان إلى الجار، وهو طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل وأحسن إلى جارك المسلم أو أحسن إلى جارك المؤمن، وإنما جاءت كلمة الجار هنا كلمة عامة، بمعنى أن الإنسان يحسن إلى جيرانه سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. بل بالعكس، الإحسان إلى الجيران غير المسلمين أولى من الإحسان بالجيران المسلمين. لأن المسلم من الممكن أن يعذرك، نقول لك ممكن يعني بطبيعة الحال لو أنك قصرت في حقه، فبطبيعة الحال أقول لك هذا مسلم ولكنه مسلم إيه؟ مقصر، يعني غير ملتزم بتعاليم الإسلام، غير ملتزم بتعاليم الدين، يعني سيأتي باللوم والخطأ عليك أنت، لن يأتي به على ليه؟ على الإسلام. إنما غير المسلم لن يأتي باللوم عليك أنت، وإنما سيأتي باللوم على ليه؟ على الشريعة الإسلامية ككل. هقول لك هذا هو ليه؟ هذا هو الإسلام، أو هؤلاء هم المسلمين، لأنك لأنه لن يستطيع أن يفرق بين الإسلام وبين أعمال المسلم، أو لن يفرق بين الإسلام وبين المسلم، أو لن يفرق بين الدين وبين الأشخاص. إنما المسلم زيك زيه أو مثلك مثله، يعني يفرق لأنه عارف
عارف يعني إسلام، عارف يعني دين، عارف يعني عقيدة، عارف يعني فقه، عارف أنك أنت لما تقصر فهذا الخطأ خطأ فردي منك أنت، لكن الإيطالي أو غير المسلم لن يعذرك، وإنما سيسحب أخلاقياتك السيئة ومعاملتك معه على النظام الإسلامي ككل، وبالتالي تكون أنت بدلا من أن تكون سفيرا حسنا للإسلام تكون عقبة من العقبات في طريق الإسلام في هذه البلدان. إذن يقول صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وفي حديث حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المصدوم، وفي رواية ولو كان كافرا ليس بينه وبين الله حجاب. يعني حتى لو كان هذا المظلوم واحد غير مسلم، سواء أكلت حقه، سواء مثلا لم تعطيه حقه في العمل، سواء ضحكت عليه في أي أمر من الأمور إلى آخر هذه الأشياء، ممكن تكون لم تعطي له الكرام، ممكن تكون يعني قد غششته في 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 أمر ما، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس بينه وبين الله حجاب. لماذا؟ لأن دي حقوق، سواء كانت حقوق المسلمين أم غير الإيه أم غير المسلمين. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أحسن إلى جارك تكون مؤمنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت للقلب. يعني مش معناه أن الإنسان يعني من الإنسان ممكن هو يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصحابة، لكن حتى المزاح له أدب، ولكن لا يكثر من هذا الوقت. سبحان الله، يعني تجد قنوات فضائية متخصصة فقط في إضحاك الناس، وكأن الناس ليس وراءهم إلا هذا الإيه إلا هذا الأمر، يعني ما بين مسلسلات، ما بين أفلام، ما بين برامج كوميدية، ما بين كذا ما بين كذا، وتجد الإنسان دائما يعني يجلس هكذا وحال فمه يعني ويكثر الضحك وينسى ما وراءه من أمور الدين وينسى ما وراءه من أمور الآخرة. هذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا الأمر يؤدي إلى قسوة القلب ويؤدي إلى إماتة القلب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام البزار بسند حسن أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني أكثروا ذكر الموت. يعني هو الإنسان مش دائما حيكون ذاكرا للموت وينسى أموره في الحياة أموره الأخرى في الحياة، لا، وإنما يعني يوازن في أموره، لا ينسى أمور الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات، وفي نفس الوقت لا يكسر الضحك والانغماس والانشغال في أمور الدنيا، لأن الأمر ربما يؤدي إلى قسوة القلب بل ربما يؤدي إلى إماتته. يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكره أحد وهو في سعة من العيش إلا وضيق عليه، وما ذكره أحد وهو في ضيق من العيش إلا ووسعه عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.